ليس كل يهودي إسرائيلي، ولا بالضرورة أن يكون كل إسرائيلي يهودي، وهذا شيء معروف، إلا أنه لا يهم عندما تدخل دولة معينة في صراع أو خلاف مع إسرائيل، إذ يصبح حينها كل يهودي بمثابة إسرائيلي، وإن لم يكن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو ربما لم يرها في حياته. والخلافات الروسية الإسرائيلية المتصاعدة منذ أسابيع بسبب الحرب في أوكرانيا يبدو بأنها باتت تؤثر كثيراً على حياة اليهود الروس، الذين بينهم من يعيش في روسيا منذ أكثر من قرن من الزمن، إذ أن قرار الحكومة الروسية بإيقاف عمل الوكالة اليهودية ظهرت له أبعاد أخرى عديدة. فما الذي يجري بين الحكومة الروسية ويهود روسيا؟ وهل ستبقى إسرائيل على موقفها من الهجوم الروسي على أوكرانيا وإن كلفها ذلك المزيد من التصعيد مع الكريملين وزعيمها فلاديمير بوتين؟ كل هذا وأكثر ستعرفونه في هذا الفيديو. وإن كنت تشاهد القناة لأول مرة فأدعوك للاشتراك. بعدما أعلنت تقارير روسية وإسرائيلية عن قيام الحكومة الروسية بإيقاف عمل الوكالة اليهودية، اعتقد البعض بأن هذا هو أكبر تصعيد بين روسيا وإسرائيل، إذ أن إيقاف الوكالة اليهودية عن العمل له أثر كبير على حياة آلاف اليهود الروس، ويضر بالمصالح الإسرائيلية أيضاً، وذلك من خلال تعطيل هجرة اليهود من روسيا إلى إسرائيل، والذين يهاجر بعضهم خوفاً من تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا. إلا أن أبعاداً أخرى ظهرت للقضية، وموسكو زادت من التصعيد بإرسال لجنة خاصة من وزارة العمل الروسية إلى مقر الوكالة اليهودية لتفتيشها، ولا معلومات حتى الآن عما هو الشيء الذي كانت تبحث عنه الحكومة الروسية في مقر الوكالة، التي لم تعلن أي تصريح سوى أن الحكومة الروسية لم تأمر بوقف نشاطاتها فوراً. وهذا التصريح يتناقض مع ما تم نشره في صحيفة جيروزاليم بوست، التي ذكرت بأن الوكالة اليهودية تلقت رسالة من وزارة العدل الروسية تطلب منها وقف أنشطتها في روسيا، وأكدت الصحيفة بأن للحكومة الروسية مطالب من أجل وقف المنع ولعودة الوكالة إلى عملها الطبيعي، وبأنها قدمت تلك المطالب إلى الوكالة اليهودية، إلا أن الوكالة لا تستطيع تلبيتها في الوقت الحالي، لذلك هي لا تستطيع مزاولة عملها بصورة اعتيادية، حيث أن تنفيذ المطالب بحاجة إلى تدخل من أعلى المستويات حسب الصحيفة العبرية. لذلك وعلى ما يبدو تواصلت الوكالة اليهودية مع وزير الهجرة الإسرائيلي، الذي بعث رسالة إلى رئيس الوزراء يائير لبيد يطالبه بالتدخل بشكل عاجل من أجل حل المسائل العالقة بينها وبين الحكومة الروسية، كي لا يتسبب ذلك بالضرر لليهود الروس وعرقلة عودتهم المستمرة إلى الوطن حسب الوزير الإسرائيلي. أما البعد الآخر لتدهور العلاقات بين اليهود والحكومة الروسية هو استقالة حاخام موسكو بن شاس جولدشميت من منصبه، وحسب الإعلام الروسي فالاستقالة جاءت بسبب انتهاء عقد الحاخام، إلا أن أقارب جولدشميت أكدوا بأنه تعرض للضغط من السلطات بسبب رفضه للهجوم الروسي على أوكرانيا. وعلى ما يبدو فالتقارير الروسية تعتمد على الروايات الدبلوماسية، فالحاخام جولدشميت يشغل منصب الحاخام الأعلى في موسكو منذ العام 1993، وهو من أسس وترأس محكمة موسكو الحاخامية لكومونولوث الدول المستقلة منذ العام 1989، ويعتبر من أكثر الشخصيات اليهودية المؤثرة في الاتحاد الروسي، لذلك استقالته من منصبه بذريعة انتهاء العقد تبدو حجة واهية. والمنطقي هو أن الحاخام تم فصله أو طرده من منصبه لأنه لا يوافق على سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا. وتابع الإعلام الروسي تدهور العلاقات بين اليهود والروس بأهمية،
إذ أجرت صحيفة كوميرسانت الروسية لقاء مع السفير الإسرائيلي السابق في روسيا تسيفي ماجين، الذي أكد بأن لا علاقة للموضوع بالوكالة اليهودية، وأوضح من خلال كلامه بأن سبب تصرفات الحكومة الروسية مع الوكالة اليهودية هو أنها أسهل نقطة لضربها بالنسبة لهم، وأن السبب الحقيقي هو عدم رضا الجانب الروسي عن أفعال إسرائيل. واعترف السفير السابق بوجود توترات بين روسيا وإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بملفات أوكرانيا وسوريا وإيران، حيث أن السياسة الروسية تغيرت في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة. ولا يخفى على أحد موقف إسرائيل المناهض للحرب الروسية في أوكرانيا، وقد تتأزم العلاقات أكثر بين البلدين بعدما صار يائير لابيد رئيساً للوزراء خلفاً لبينت، إذ أن لابيد كان من أشد المنتقدين لروسيا عندما كان وزيراً للخارجية الإسرائيلية، حتى أنه اتهمها بشن حرب على المدنيين في أوكرانيا، ووصف ما يفعله الروس هناك بالشيء المروع. وتغيرت السياسة الروسية بشكل كبير في التعامل مع إسرائيل، حتى أن ذلك واضح كل الوضوح لمن يتابع الإعلام الروسي الناطق منه بالعربية أو الإنجليزية، إذ سيرى بأن الخطاب الإعلامي الروسي قد تغير تجاه إسرائيل، وصارت قناة روسيا اليوم وموقعها الإلكتروني أكثر حدة في وصف ما تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. خلاصة القول: مشكلة الحكومة الروسية ليست مع الوكالة اليهودية أو مع الحاخام الأعلى ليهود موسكو، فما تفعله روسيا مع يهودها وبموافقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي بداية لصراع أكبر بين روسيا وإسرائيل، وهو صراع قد يؤثر كثيرا على الداخل الروسي أيضا، إذ أن النخبة الاقتصادية في روسيا بأكملها تكاد تكون من اليهود، وهذه النخبة ترى مصالحها المالية مرتبطة بإسرائيل مثلما هي مرتبطة بروسيا، أو على الأقل هكذا يفكر غالبيتهم. لذلك فتهديدات الحكومة الروسية للمنظمة اليهودية قد يكون لها تداعيات أكبر من ما نتوقع، ومن الممكن أن تتحول إلى أزمة كبيرة تدفع إسرائيل لاستخدام أوراقها الاقتصادية ضد روسيا، وبالمقابل ستدفع روسيا لاستخدام أوراقها في سوريا والشرق الأوسط عموماً ضد إسرائيل، خاصة وأن روسيا قادرة على أن تغض البصر عن نقل إيران للأسلحة لحزب الله عبر سوريا، وهي ما فعلته أكثر من مرة حتى الآن، ولكنها لا تسمح لإيران بأن تنقل الأسلحة بحرية، وإذا ما سمحت موسكو بذلك ستضرب الدولة الإسرائيلية بقوة في حينها. فما رأيك؟ هل سيصبح الصراع أكثر حدة بين روسيا وإسرائيل؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.